باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، إن شاء الله تكون سنة خير علينا جميعا. نرحب بالأخ من الجليل في فلسطين، نرحب بباقي الأخوات والإخوة، خصوصا من رعية بيت لحم، لأنه رعية بيت لحم والعمل الكاثوليكي هي التي تحتضن هذه الندوات منذ يعني هاي السنة، نبدأ السنة 30، سنة 30 لهذه الندوة. الآن بدي أنطلق من كتاب التاريخ حسب المنهاج الفلسطيني، تاريخ العالم الحديث والمعاصر، الصف العاشر. عندكم كمان في الجليل نفس يعيدون نفس الأغلاط. الآن سنرى ما هي هذه الأغلاط في قسمين. القسم الأول بيقول لك حركة الإصلاح الديني. حركة الإصلاح الديني بما معنى إنه الكنيسة، يعني الكنيسة أي كنيسة، الكاثوليكية كانت فاسدة، فأتى من يصلحها. مين يصلحها؟ مارتن لوثر، أولريش زفينغلي، جون كالفان. هنا في عنا قسمين، قسم يخص التاريخ وسأتكلم عنه في وقت لاحق، الوثائق التاريخية، ولكن القسم الذي يهمكم جميعا أرثوذكس وكاثوليك هو الكتاب المقدس، ولا لا؟ هل يحق لكل إنسان تفسير الكتاب المقدس؟ الآن هاي بين يدي العهد الجديد في اللغة اليونانية الأصلية. إذن خلينا نرى، تحب أخ ساهر تقرأ لنا شو مكتوب؟ طيب الناس نتعبق، شوفوا. استنكر مارتن لوثر بيع صكوك الغفران، مش راح نجيب سيرتها هاي، سنتكلم عنها لاحقا، ونادى بإعطاء الحق لكل شخص بقراءة الإنجيل. لحد هون منيح. وتفسيره، يعني يحق لكل بني آدم أن يفسر الإنجيل، وأن لا يكون مقتصرا على رجال الدين والكنيسة. هذا الكلام يخصنا جميعا كاثوليك وأرثوذكس، يخصنا جميعا كمسيحيين. هل يحق لكل إنسان قراءة الكتاب المقدس؟ نعم، وعندنا طبعات من الكتاب المقدس أيضا للصغار، كما قال السيد له المجد: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. ولكن هل يحق لكل إنسان تفسير الكتاب المقدس؟ نريد الجواب من الكتاب. نأخذ رسالة مار بطرس الثانية فصل 1 آية 20، يقول ما يلي: واعلموا قبل كل شيء أن ما من نبوة في الكتاب تأتي بتفسير فردي. يعني لا يجوز، بخلاف كلام لوثر مخالفة النهار لليل، لا يجوز لكل إنسان تفسير الكتاب المقدس، ما بصيرش. وفي نفس الرسالة الثانية، عندي الرسالة، قلنا الرسالة الثانية فصل 1 آية 20 حكينا عنها، إيذياس إبيليسيوس و يينيتي، يعني لا يجوز تفسير فردي، كل واحد على خاطره، كل واحد من عنده. منكمل نفس الرسالة الثانية
فصل 3 آية 15 وتابع، مار بطرس يكتب عن رسائل مار بولس ويقول إن فيها كلاما صعب الفهم يغير معانيه من؟ الذين لا علم عندهم ولا رسوخ كما يفعلون في سائر الكتابات لهلاك نفوسهم. معنى من يحق له أن يفسر الكتاب المقدس؟ الذين عندهم العلم، علم باللغات الأصلية، علم بالتاريخ القديم، علم بالمخطوطات القديمة، علم بالجغرافيا القديمة. ثم من يحق له؟ أهل الرسوخ. ما معنى الرسوخ؟ الثبات، يعني الذين ترجع جذورهم إلى وين؟ إلى 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 المسيح والرسل. أحيانا بنسمع فلان راح على أمريكا أخذ دكتوراه في الكتاب المقدس، صار عنده علم، ولا متعلم أزود من الخوارة تبعونته. لنفرض عنده علم، لنفرض، ماذا ينقصه؟ الرسوخ، فيش الثبات. هذا ينتمي إلى فئة أسسها واحد أمريكي قبل 100 سنة أو قبل 200 سنة. هذا اللي البشر ما بنتبهولوش، لأن الجميع يختبئون وراء الكتاب المقدس. هي صفة عنا من رسالة بطرس الثانية، لا للتفسير الفردي، نعم لتفسير العلم. نرحب بالأخوات، أهلا وسهلا. نعم لتفسير الرسل. تفضلوا. نعم الآن ضل عنا، تفضلوا الصبايا، تفضلوا تفضلوا. نعم أهلا وسهلا. بقي عندنا قاعدة أخرى، نرحب بالأخوات بعدين نتعرف عليكم أكثر. بقي عنا من يستطيع أكثر أن يفسر في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس فصل 3 آية 15، يقول الكنيسة هي بيت الله الحي وهي عمود الحق وركنه. الكنيسة، مين يعني الكنيسة؟ المسيح، الرسل، تلاميذهم، خلفاءهم. وهذا الرسوخ مستمر في الكنيسة الرسولية التي يسميها بعض الناس، يسمونها الكنيسة التقليدية. شو تقليدية؟ هي رسولية، يعني ترجع إلى إيه؟ وطبعا لنا إحنا، نحن سكان فلسطين، سكان الأراضي المقدسة، ماذا نقول؟ إنه هذه الكنيسة هي التي بيدها الأماكن المقدسة. القديس بولس عفوا في رسالته الأولى إلى تيموثاوس فصل 3 آية 15 يستخدم تشبيهين هندسيين، اللي هو إنه الكنيسة هي عمود الحق، عمود يعني العمود الأساس، وركنه يعني الزاوية. عمود الحق وركنه، بالعربي الدارج نقول القرنة، والقرنة هي كلمة لاتينية. إذا عمود الحق وركنه، يعني ما بصير واحد يجي يقول أنا بفسر الكتاب المقدس خارج عن الكنيسة. الكنيسة هي اللي بتفسر لنا الكتاب المقدس، هي اللي فيها العلم، هي اللي عندها الرسوخ. الآن الكنيسة هاي لا تعني فقط رجال الدين، أبناء الكنيسة وبناتها اللي عندهم العلم واللي عندهم الرسوخ بالتنسيق مع مين؟ الرسل وخلفائهم وتلاميذهم، بيقدروا يقدموا التعليم السليم. هلأ السيد المسيح سؤال، من ثمارهم تعرفونه؟ سؤال بريء جدا. أكم من كنيسة كاثوليكية في العالم؟ كنيسة واحدة. شو نقول في قانون الإيمان؟ بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. طبعا في كنيسة في القدس وكنيسة في الناصرة، ولكن كلها نفس الكنيسة، يعني نفس الإيمان، نفس العقيدة، نفس الإدارة. الكنيسة الكاثوليكية كمان أكم من كنيسة؟ كنيسة واحدة، أو بدنا نقول كنيستين إذا حبينا أن نميز بين كنيسة الروم الأرثوذكس والكنائس
اللي بسموها غير الخلقدونية، يعني الأرمن والسريان والأحباش والأقباط، هذول بسموهم كنائس غير الخلقدونية، يعني اللي لم يوافقوا على مجمع خلقدونيا سنة 451، ولكن ما الفرق بينهم يعني. المهم خلينا نقول بمختصر الحديث لأن العمر قصير، الله يطول عماركم جميعا، عندنا كنيسة كاثوليكية واحدة وكنيستين أرثوذكسيتين. طيب لما أطلق مارتن لوثر مبدأه هذا أكمل، هل كل اللي تبعوا مارتن لوثر هل ظلهم كلهم على رأي واحد وأطلعوا كنيسة واحدة؟ أديش صار؟ آلاف. قبل أن يتوفى مارتن لوثر كان في ألمانيا 43 حركة كل واحدة مستقلة عن الأخرى ترفض تعميد الأطفال وتعيد معمودية الذين عمدوا صغارا، 43. اليوم بإمكانكم تضربوا 43 بألف، يعني مارتن لوثر خلينا نقول مات 1580، من 1580 لليوم بإمكاننا أن نقول إنه الفئات كيف؟ 130 ألف. يعني فقط إحنا الآن سنة 2012 لحديث قبل 3 أشهر مش اليوم، فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، سؤالين؟ الولايات المتحدة الأمريكية بس 30 ألف نوع معمداني، بس كمعمدانيين، ما تكلمناش لا عن السبتيين ولا عن الميثودس ولا عن الأسقفيين ولا عن إلى آخره، ولا عن الخمسينيين. تسمع عن الخمسينيين اللي بقول لك حل علينا الروح القدس وتكلموا باللغة. خلينا نشوف مارتن لوثر إذا ماذا قال السيد المسيح من ثمارهم تعرفونهم. إحنا ثمارنا مش إحنا فاسدين، إحنا على بعيد منكم على فسادنا، ومع الاحترام للكهنوت رغم كل عيوبنا ونقائصنا إحنا الكاثوليك والأرثوذكس إحنا عملنا 3 انقسامات. إخواننا اللي بيقولوا إنهم ماشيين على الكتاب المقدس أكم من انقسام؟ 130 ألف. خلينا نسمع ما يقوله مارتن لوثر في كتاباته طبعة فايمر القسم 37 صفحة 203 بتاريخ 17 عيد الوردية، عيد السيدة العذراء، 17 1533. ماذا يقول؟ هاي بدنا نقولها للي كتبوا كتب التاريخ طبعا مع الاحترام. مين كتب كتب التاريخ؟ فيش ولا واحد منهم يمكن ما عنده فكرة عن أمور اللاهوت المسيحي. ما بصير إنسان يكتب في أشياء ما عنده علم عنها. مع هذا التعليم، بيحكي عن تعليمه هو، مع تقدم الوقت يتقدم الناس في الشر. هذا هو عمل الشيطان اللعين ونشاطه. وهكذا نرى أن الشعب أصبح الآن أكثر بخلاً وقساوة ورذيلة، وقد قل حياؤه، حياؤه يعني بطل يستحي بعد، وزاد لؤمه، وكل هذا أسوأ مما كان الشعب عليه تحت لواء البابوية. بقول لك الأخلاق رجعت لوين؟ لورا، ريفرس. إن الذين تبعوا الآراء تبعته هم 7 مرات أسوأ مما كانوا عليه عندما كانوا قابعين تحت لواء البابوية. طيب كيف هدول الكتب بقولوا إصلاح؟ مش بقولوا إصلاح؟ طيب كيف؟ بعدين رح نحكي عن الأسئلة، أو نفتح المجال للأسئلة زي السؤال الوجيه اللي تفضلت فيه الأخت. هلأ إحنا إيش قلنا؟
لوثر يتذمر من إيش؟ من تقهقر الأخلاق. لماذا تقهقرت الأخلاق؟ أن المسيح شو بقول للشاب اللي قال له أنا أريد أن أدخل الحياة، شو قال له؟ إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. يعني زي ما بقول القديس يعقوب، الإيمان مثل الجسد من غير روح، هكذا الإيمان من غير أعمال، من غير أعمال. لما الإنسان يقول لك يكفي الإيمان، معناه في بشر، حتى ولو مارتن لوثر ما قالها، في بشر بيعملوا شو ما كان، بيقول لك أنا خلص بآمن بالرب يسوع انتهى. بيقول لك صاروا إيش؟ يغلقون المدارس، المستشفيات، أعمال الرحمة. ليه؟ مش مطلوب إيمان. شو مطلوب؟ مش مطلوب أعمال، إيش مطلوب؟ الإيمان. وحتى أحدهم اللي هو مارتن لوثر نفسه وصف رسالة القديس يعقوب بالألماني شترو بريف، مع الاحترام حاشا وكلا شو يعني شترو بريف؟ يعني رسالة من قش، سترو بالإنجليزي، رسالة من تبن، شترو بريف. وحذفها مارتن لوثر، حذف رسالة القديس يعقوب في ترجمته للعهد الجديد، هي بين إيدي، من 27 كتاب حذف 3 كتب، هي الرسالة، رسالة القديس يعقوب، سفر الرؤيا، والرسالة إلى العبرانيين. الآن شفنا مارتن لوثر تذمر من إيش؟ من تدهور الأخلاق. هاي شهادته هو، بدناش نجيب لكم شهادات غيره. مثلا إيرازموس، إيرازموس هذا عبقري من روتردام في هولندا، بيقول حيث ما حلت هاي الأفكار فهناك بعيد منكم نهاية الأخلاق. وظن رسالة إيرازموس رقم 1011، يعني فيها واحد وأكم من صفر بعد. المهم هلأ لوثر يتذمر من إيش؟ من الفوضى. صار كل واحد يطلع كنيسة، كل واحد يحط هالكتاب المقدس تحت أباطه ويعمل كنيسة على حسابه، أو زي ما بقوله بالبجال يفتح دكان على حسابه. زي ما واحد برضو بجاني سألوه شو هاي، قال له ماضي دكان دين، دكان دين. وفعلا لو ما فيش مصاري بسكروها، مش زي الرهبنة. الرهبنة أساسا الراهب فيش له راتب. هلا رهبان مار سابا هل لهم راتب، ولا رهبان جبل أتوس، ولا الرهبان الفرنسيسكان، ولا السلزيان. الراهب لا، يعني يختار ألا يملك شيئا. بتقولي لا ما هيهم عندهم سيارات. السيارة مش للراهب، السيارة لمين؟ للدير. بكرة بنقولوه، دائما بحكيها أنا، دائما بكرة بنقولوه على دير تاني فيه بسكليت، فبطلع بالبسكليت بطلع دراجة. شوفوا، إذا تذمر لوثر الأول عن إيش؟ عن الشمس اللي داخلة من الشباك. نعم. شو قلنا عن إيش تذمر مارتن لوثر؟ أنتوا معاي؟ على إيش؟ التدهور في الأخلاق. بدي أعطيكم مثل على التدهور في الأخلاق، مثل لليوم موجود. بتشوفوا بعض هذول اللي بيطلعوا على التلفزيونات مرات، واللي هم يملكون محطات تلفزيون كبيرة، وبتلاقي هالقاعة ملانة، بتشوفوهم ولا لا؟ هاي المرأة أو هذا الرجل، في حدا بحاسبه قديش بدخلوا مصاري؟ من وين مصرياته هاي كلها؟ بديش أذكر أسماء لأنه بتعرفوهم، ويمكن في ناس منكم أحيانا بكونوا معجبين فيهم. هدول بدون مصاري شو بيعملوا؟ ولا إيش. كيف عملوا كل هالمصاري؟ على حساب مين؟ حساب وباسم مين؟ الكتاب المقدس. هل في حدا بحاسبهم؟ لا. في الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية، مهما في لا سمح الله، ما احنا بشر، مهما في انحرافات وتجاوزات، ايش في؟ في محاسبة، في مرجعية. تزعلوا مني انا، بتقدموا تقرير فيه لمين؟ للمطران. تزعلوا من المطران، ما بيعجبكمش كلام المطران، تقدموا تقرير لمين؟ للبطرك. تزعلوا لا سمح الله من البطرك، وتقدموا تقرير لمين؟ للقاصد الرسولي اللي هو سفير الفاتيكان لدى فلسطين. تزعلوا من القاصد الرسولي نفسه، هذا بضل ياكل معكرونه، بيعملش اشي، مش مؤدي رسالته، وين بيقدموه؟ لوزاره الخارجيه الفاتيكانيه.
تزعلوا من الكاردينال رئيس وزير خارجية الفاتيكان، كاردينال يعني مرشح بابا لمين؟ لمجمع الكرادلة. تزعلوا من مجمع الكرادلة عشان في قلقلة وهذا على وين؟ لقداسة البابا. في مآخذ دو مؤاخذة على قداسة البابا بترجعوا لمجمع الكرادلة وبقدر يعزل. كنيسة الأرثوذكسية نفس النظام ولا لا؟ تزعل مع بطرك القدس في بطرك القسطنطينية، بتزعل مع بطرك القسطنطينية في مجمع المجمع الأرثوذكسي. يعني إيش في مر؟ هل عمركم سمعتوا كاهن أو مطران أرثوذكسي أو كاثوليكي بقول لك هاي الآية تفسيرها هيك ولا واحد فيك بفهم إشي إلا أنا؟ وتعالوا يا جماعة الحقوني أنا. مرة سألت عن واحد كان هون شاطر، أحد الرعاة غير طبعا منشق عن الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية، بديش أعطي تفاصيل أكثر. كان شاطر في الكلام، بدربوهم كمان على فكرة، ما فيش كثير علم بس في تدريب أحيانا، ومرات لا هيك ولا هيك بس بدناش نبالغ. بسأل وين راح؟ سألت عن تنين، عاد زي ما بيقول المثل الحارة ضيقة، مثل سوري، الحارة ضيقة ومنعرف بعضنا، الحارة ضيقة ونعرف بعضنا. في واحد قالوا لي خلص بطل كسيس، بطل راح فتح سوبر ماركت. مش بهالمنطقة على فكرة، عشان هيك ما حدا راح يطخ علي اليوم. في يوم من الأيام طق على باله يبطل قسيس، مش مربحة الشغلة، أيوه فاتح سوبر ماركت في إحدى دول المهجر. هذا واحد. الثاني قالوا لي انتهت صلاحيته، بتعرفوا كيف وقت لما عندكم سردين أو هذا، مع الاحترام طبعاً، انتهت صلاحيتها أو حلبة حليب نيدون إذا بتلاقوا انتهت صلاحيتها، هذا بتنتهي صلاحيته ب30/12. ايش بصير في اهل يا ابونا؟ خلص ببطل كسيس، يعني راح يحلقوا له. اما امتى معاه؟ طيب هذاك الثاني وين؟ قال طاح على الاردن. طيب منيح. قال لا، فتح كنيسه لحاله. على فكره فتح كنيسه لحاله، كم لغه بعرف؟ يا دوب عربي والماني او عربي وانجليزي. طيب اقل خوري عندنا بدون مؤاخذه بعرف 5 لغات ولا لا؟ شو بمنعنا ما نفتح كنيسة لحالنا؟ ايش بمنعنا احنا؟ الهرم. هاي الاخ راح يدخل وين حضرتك راح تدخل ان شاء الله؟ الفرنسيسكان. ها خليني افترضت شغلة انا هاي بدي احكيها وانتو كلكم موجودين. في احدى مدارسنا المسيحية، بلاش تقول في اني مدينة، الأستاذ شو بقول؟ كلام مش موجود في الكتاب، من تأليفه وتلحينه. هون عيدك الشمال شو بقول؟ أنا متذكرها. ازدياد مساوئ الكنيسة، ازدياد مساوئ الكنيسة، فيهاش ولا واحد معدول إلا التوب اللي أنا لابسه. فقد كان هدف رجال الدين، يعني كلهم فيش ولا واحد عليه العين، ورعايا الكنيسة الكاثوليكية، يعني كل المسيحية اللي كانوا في الغرب، ما كلهم كانوا لاتين دون مؤاخذة إلا أوروبا الشرقية، شو كان هدفهم؟ الحصول على الأموال بشتى الوسائل. كل الناس، كل الإكليروس. شو بقول الأخ؟ بيقول واحد مثلا كان بعيد يقتل، يروح عند البابا ويقول له انا قتلت، فالبابا يقول له قديش بتدفع؟ مغفوره لك خطايا. هذا الحكي حكوه او امتى؟ يوم الخميس الماضي واحد معلم، طبعا هالحكي مش موجود، قال بروح عند البابا زي ما تقول تروح الواحدة عند جارتها بتشرب فنجان قهوة. انتوا معاي؟ اذا
خلينا نشوف شو بقول مارتن لوثر، بديش أطول عليكم، متذمرا من الفوضى في التعليم اللي أنشأها هو، اللي هو كان سببها، بما أنه قال يحق لكل إنسان تفسير الكتاب المقدس. إن هنالك طوائف وبدعا بقدر ما نجد من رؤوس، يعني قد ما فيه بشر قد ما صار فيه بدع. شوفوا شو بقول هو، أنا ما بخصنيش، ماليش دعوة. وما من أخرق أحمق، أحمق يعني بعيد منكم، واحد خالص كذا ونقول عنه، وما من أخرق أحمق إلا يتوهم أنه تلقى وحيا من روح القدس ويقوم نبيا حالما يتخيل شيئا أو يحلم بشيء. مؤلفات مارتن لوثر نفسه، طبعة يانسن، المجلد الثاني صفحة 214، والمجلد الثالث صفحة 23. هلأ بيعطينا أمثلة. اجتمع في مدينة أيزل 1200 من معيدي العماد، بالألماني بسموهم فيدر تويفل. شوفوا شو وين وأرجو أنه بس تنتبهوا علي، لأنه راح أزيد إشي بعد هذا الكلام، إشي محزن من هون، من هاي المدينة. اجتمعوا منتظرين أن تنزل أطعمة عليهم من السماء. ليش؟ لأنه الإنجيل بقول لا تهتموا بما تأكلون. جمعوا حالهم، هلأ أنتوا كمان استعدوا، جمعوا حالهم، أخرى شوي إيش بده يطيح أكل من السماء. وسرعان ما شتتهم الجوع. في ناس لسه أكثر، آخرون أحرقوا الكتاب المقدس. ليش؟ لأنه بقول الكتاب المقدس يقول الحرف يقتل والروح يحيي، مش في أحرف هون، فحتى الحرف ما يقتلنا، راحوا شو عاملين؟ حرقوا الكتاب المقدس. وكانت هاي تصرفات عجيبة منذ السنوات الأولى. ليش بحكي لكم هيك؟ في إحدى السيدات قالت لي لسه أول امبارح، يا أبونا حابة إنه حضرتك تقعد مع بنتي. قلت لها أنا شايف إنه بنتك صبية محترمة ومؤدبة زي بناتكم الله يخليهم. قالت لي أبونا بنتي بدأت تنهبل، خلص بدأ الفيوز يضرب، منكون قاعدين مع بعض بتصير لحالها تصرخ وتصيح وتقول هللويا وتزقف وتبكي وتضحك. ولك شو بتعمل؟ أنا بحكي مع الروح القدس. طيب هو الروح القدس يعني بس بده يحكي معاك انت واحنا قاعدين زي ابو قاسم فياح الخيار؟ ما معناش خبر اشي. صبية ولا اجمل من هيك. لما قعدت مع الصبية قلت لها انت مش شايفة حالك شو بتعملي؟ قلت لي بحكي مع الروح القدس. قلت لها الروح القدس هل بقول لك انه تنهبلي؟ هل بقول لك انه تكوني غريبة اطوار؟ بدل ما تحكي مع البشر، في وقت نحكي مع ربنا وفي وقت نحكي مع البشر ولا لا؟ واحدة صبية كمان لعبوا في مخها، طلعت احدى العمارات جنب باب العمود ورمت حالها من العمارة. بعدين وجدوا ايش مكتوب عندها، انه حطوا في مخها انه الرب يسوع سيعود سريعا، فيجب ان تذهبي للقائه، لازم تروحي تلاقي الرب يسوع. ويمكن سمعتوا فيها قبل 30 سنة اذا مش اكتر، واحد في جيانا وظن ان هي امريكا الوسطى بعتقد، هذا طيارجي كان، الطيارجي شاف قد ما مر على مدن في حياته وقرى، عمره ما شاف هالقد غسيل منشور. غسيل، تعرفوا غسيل دون مؤاخذة، انتو ربات عائلات. قال بدي، استغرب من المنظر، قال بدي انزل الطيارة واشوف.
شو زي ما بقولوا يعني شو شو هالغسيل هذا؟ طلع ولا مش غسيل؟ كله بعيد من هون جثث، 900 جثة، الواحد بعيد عابط مرته وولاده مصفطين هيك، لأنه القسيس تبعهم ما يسمى بالقسيس قال لهم الرب يسوع جاي سريعا لازم نستقبله كلنا، وكلهم شربوا سم، وكمان كان هالإشي حتى يغطي أحد إحدى البعيد فضائحه. طبعا الله يرحمهم جميعا، كمان هذا اللي منقول عن حاله قسيس، احنا ما من دين حدا، ولكن تصوروا الهبل اللي ممكن يوصل له البني آدم، البلاهة بعيد منكم. فانتبهوا لما بنتكم لا سمح الله كثير تسكر الأوضة على حالها، تقول لك أنا بدي أصلي ونص ساعة ثلاث أربع ساعة ما تطلعش من الغرفة، بده الواحد ينتبه على أولاده، ينتبه على أحيانا رجال متزوجين، نساء متزوجات، أحيانا إيش بضرب الفيوز، تعرف كيف لما تنقطع الكهرباء كيف بصير شورت؟ أيوة، كيف بصير شورت؟ بصير تصرفات غريبة، حتى يعني تقول له مثلا صباح الخير بقول لك الرب يسوع فدانا بدمه، يعني قول لي صباح النور وبعدين بتحكي لي. انتوا فاهمين علي؟ يعني في اشي في الدنيا اسمه ذوق ولا لا؟ في اشي اسمه اخلاق، حياة اجتماعية. وبعدين ليش بهبلوهم؟ ممنوع الرياضة، ممنوع الكشاف، ممنوع الحفلات، ممنوع تسمع راديو، ممنوع تشوف تلفزيون. كيف بصير هذا؟ ليه؟ حتى يسيطروا على ايه؟ على مخ البني آدم. بظن اني هيك جاوبت على باختصار. من وين جاوبت؟ من كتابات مين؟ كتابات مارتن لوثر نفسه، مش كتابات غيره. وزي ما قلت لكم ما بحب انه احكي اكثر من هيك، لانه احنا لا ندين البشر، ولكن ماذا نقول؟ انه نفس الاسباب تعطي نفس النتائج ولا لا؟ زي ما قال سيد لا يجتنى من الشوك عنب ولا من العوسج تين. اللي في حياته هذا انتم بتعرفوها من حياتكم دون مؤاخذة، ومن حياة البشر اللي حواليكم. في ناس ما بيجتهدوا بحياتهم، حتى لما بتكون عندهم اموال بتطير لما ما فيش حكمة في حياة الانسان. وفي بشر زي افضالكم ما عندهم اموال كبيرة، ولكن ايش في عندهم؟ عندهم إدارة، عندهم تدبير، عندهم نزاهة، وحتى في الأوقات الصعبة ربنا بساعد. أما حتى لما في أموال كبيرة، لسه اليوم قرأت في إحدى الصحف إنه ممثل كبير أعلن إفلاسه. طب كان عنده مصاري للأكل، زي ما بيقولوا بالألماني Geld zum Fressen، يعني كان عنده مصاري للأكل، وين راحوا هذول المصاري؟ التبذير، الاستهتار، كله هذا بلو. فإذا هيكم شفتوا سؤال الأخت كان ماذا نفعل نحن في الكنيسة؟ وأنا مبسوط تكون معنا الأخت من سكرتير أمينة سر أمينة لإحدى مدارسنا، ياريت تكون في أكثر ناس من الهيئات التدريسية والأهالي. تفضلوا، هاي السموم تعلم يمس عندك في المدرسة، لحسن الحظ مش بوجه مس ماجدة، المدرسة اللي بتعلم في هاي المدرسة بالذات هي فاطنة لهاي الأمور من وقت ما كنا مع بعض في نفس الرعية، ووقتها أنا وزعت عليهم كتابات وتوضيح لهاي الأمور. ولكن أكم من مدرس ومدرسة بوعي السيدة فيروز، بظن هي نفسها بتعلم منيح، وخصوصا طبعا ماذا نعمل نحن. من سنة 1974 توزع كتاب على كل مدارس الكاثوليك، مش بس اللاتين، في كل فلسطين
من دان لجنوب منطقة بيت لحم. بعدين بطرك مشير صباح أوعز بطباعة هذا الكتاب اللي بيوضح كل هاي الأمور اللي فيها أغلاط في كتب التاريخ، على الأقل في مدارسنا، على الأقل في حصص التعليم المسيحي نوضحها لأولادنا لبناتنا. الكتاب اسمه بعض القضايا في تاريخ الكنيسة. خلينا أقولكم بتأثر مين الخوري اللي كتب اللي عمل هذا هاي الأبحاث العبقري الله يرحمه، اسمه أبونا جورج سابا من رام الله، من دار شطارة في رام الله. ليش بحكي عنه بتأثر؟ لأنه طبعا كنت أعرفه كثير منيح من غير اليوم، وكان في ولد شاب صغير هيك يخدم له من غير اليوم القداس ويمشي معاه مع أبونا جورج من غير اليوم لتكريس البيوت في مادبة. أبونا جورج قعد 25 سنة في مادبة. احذروا مين الولد الصغير هذا؟ البطرق فؤاد الطوال. البطرق فؤاد بطرس الطوال كان من غير اليوم يخدم القداس لأبونا جورج سابا ويمشي معاه من غير اليوم لتكريس البيوت. إذن هذا هو الكتاب. وبعدين قدمت أنا ملاحظات عن كل صفحة فيها غلط قدمناها للأمانة العامة للمدارس المسيحية، مش بس المدارس الكاثوليكية لأنه هذا بخصنا إحنا كلنا. وأيضا إن شاء الله ستتم، راح نكمل اتصالاتنا بوزارة التربية والتعليم هون في فلسطين، وكمان في فلسطين سنة 48، وأيضا في الأردن، لأنه نفس الأغلاط موجودة هلأ. هون بدي أنهي كلامي، ما السبب في هاي الأغلاط؟ صح؟ منين أجت هاي الأغلاط؟ ثلاث أرباع الأشياء اللي بيحكوها عن الكنيسة الكاثوليكية غلط. ليش؟ خلينا نرجع بالتاريخ. التاريخ قبل سنة 1948، من 1917-1918-1948، تتذكروا مين كان حاكم هالبلاد؟ الانتداب البريطاني اللي كان طبعا يعني الانجليز البريطانيين انجليكان، معظمهم انجليكان، انجليكان يعني انضموا الى الركب البروتستانتي. اذا هم اللي عملوا كتب التاريخ. عشان هيك في مقال امبارح في جريدة القدس ايش بتلاقوا؟ ما زلنا تحت الانتداب البريطاني. انتوا بتفكروا حالكم انه احنا هلا سنة 2012 بالنسبة لكتب التاريخ، بالنسبة لكتب تاريخ الكنيسة، لا، لساتنا سنة 1918، احنا متخلفين تقريبا 100 سنة. والكليشيهات، تعرف شو الكليشيهات؟ المصطلحات هاي بضلوا يعيدوها وما حدا فاهم شو الطبخة، بعيدوها زي ما بسمعوها. مثلا الغفرانات، وهم بدي انهي كلامي، الغفرانات يعني الكنيسة كانت تبيع مغفرة الخطايا بالمصاري، هذا كلام غلط. شو يعني غفران؟ غفران لا يعني مغفرة الخطايا. باختصار شديد، لما المسيحيين الأولين لما واحد بعيد منكم كان خاطئ علني، هل بس كان يروح عند الخوري ويعترف يقول له طيب خلاص ما تجيب السيرة وانتهى الموضوع؟ خصوصا لما كان البعيد خاطئ علني كان يطلب منه ايش؟ التوبة امام ايه؟ امام الجميع. قال لك بلا، خلينا لما خف الايمان، قال لك خلينا نخفف الفضائح. ما فيش يعني لا فائدة ترجى لما انسان يصير معاه بعيد منكم فضيحة ولا لا؟ فشو صارت الكنيسة تقول؟ عوض عن خطاياك بينك وبين ربك، بدل ما تعوض عن خطاياك بينك وبين الناس كلها، صح؟ شو صار يقولوا؟ اللي بيحج له سبع كنائس هذا تعد كايش؟ مش كمغفرة للخطايا، تعويض، اندولجنسيا، تعويض عن الخطايا. زي ما بقولوا الزكاة، يزكي أمواله. شو يعني يزكي أمواله؟ مش إنه يشتري مغفرة ربنا بالمصاري،
يزكي أمواله، إيش يعني؟ يعوض عن خطاياه، لأنه كثير مرات يمكن لما أخذنا المصاري أخذناها بطريقة غلط أو استخدمناها بطريقة غلط، فمندفع المصاري حتى شوي نعوض عن خطاياه. بس هذا الموضوع ما أنه يخص الكنيسة الكاثوليكية بس، فمش راح أتقل دمي عليكم فيه. هذا راح أسجله لوحدي مع الأخ ساهر بعد هذا اللقاء، بس حلو أنه بعدين تطلعوا عليه وتشوفوه على اليوتيوب، وتشوفوا كمان من كتب اللي راح تصدر قريبا اللي بتوضح هاي الأمور، واللي راح نقدمها لوزارة التربية والتعليم. وشكرا لكم.